طيب نروح أيضا للتغريدة الثالثة من حساب السفير الياباني في السعودية قبل مباراة كرة القدم بين الساموراي الأزرق والصقور الخضراء بيوم واحد، تحديد ما تشاهده في هذا الفيديو: أعترف بأني مبتدئ للغاية وقليل الخبرة، على كل حال أتمنى للمنتخبين بطولة رائعة في جدة ونتونس سوا. ما قصرت يا سعادة السفير، أظهرت مهاراتك في التعامل مع الكرة كما أظهرت أيضا الروح الرياضية الجميلة، وأكيد ما دام المباراة في جدة لازم نتونس كلنا على خير إن شاء الله.